بطولات دايما كنا نقول عشان البريمير ليج مليان لعيبه اجانب. يعني في لعيبه كانت احسن من كده في انجلترا زي جيل 2010 مثلا اللي هو كان فيه لامبرد واشلي كول واللعيبه الكبيره دي جدا ما عملوش حاجه، خسروا من المانيا في تقريبا في الدور 8-4-0 وبتاع، كان معاهم كابيلو، وكان دايما الناس كلها يقول لك البريمير ليج عشان كلهم اجانب، فهتلاقي راس حربه بتاع كل البلاد بتاع كل الفرق اجنبي، هتلاقي الديفندر بتاع كل الفرق الجامده اجنبي. طب ما ده بيحصل دلوقتي، اشمعنى بقى الجيل ده؟ هل المنافسين قالوا مثلا ولا هم جامدين قوي؟ انا شايف ان في توازن اكبر في الفرقه، يعني مثلا في الوقت اللي كان جيرارد ولامبرد بيلعبوا الاثنين على الدايره، جيرارد ولامبرد لو انا مدرب عمري ما لعبهم الاثنين على الدايره جنب بعض. والمشكله الكبيره ان انت لو قعدت واحد فيهم مشكله كبيره، ان الاثنين لعيبه كبار. هي دي المشكله اللي واجهت كابيلو، هي دي المشكله لا وجيل اللي قبليه برضه بتاع بيكهام وسكولز واوين، وكان جيل برضه عظيم 2002 والفتره دي كان جامدين برضه، مفيش حاجه برضه صحيح. لكن ال هل النهارده انجلترا خرجت الماتش اللي جاي من الدنمارك هتعتبر عملت انجاز؟ لا لسه بدري لا طبعا، ممكن تطلع ثالث انجلترا في اوروبا، يبقى ثالث عالم وثالث اوروبا بالنسبه لساوث جيت، مش وحش يعني، محدش عملها يعني، يعني بوب روبس ما عملهاش ولا رمزي عملها ولا هم طلعوا بضربات الجزاء المانيا في 96، طلعوا بضربات الجزاء ساوث جيت، ساوث جيت ضيع وكانوا فرقه كانت في ملعبهم في توازن اكبر. يعني انت النهارده لما تيجي تبص على لعيبه نص ملعب رايس وفيليبس الاثنين لعيبه فيهم توازن، هم يقدروا يلعبوا جنب بعض. وبصراحه اقول لك حاجه، الفرقه دي فيها ميزه عن الاجيال السابقه كلها، ان في عناصر جوه الفرقه جعانين ما فيهمش سوبر ستارز، يعني ديسبريت اكتر مفيش من يعني كلهم على فكره مش سوبر، ما فيش غير كين تقريبا، الباقي كله مش سوبر ستارز وستيرلينج يعني بس ما فيش يعني انت بتتكلم على رايس وفيليبس ممكن ناس كتير ما تعرفهمش، واحد بيلعب في ليجيون ماجواير اساسا عليه يعني كتير قوي ان هو وحش في الفرقه بيكفورد في ايفرتون، يعني الفرقه دي تحس ان الجيل ده تحس ان في هانجر في جوع كوره، في ما حسوش بالنجوميه لسه وعايزين يعملوا حاجه لا ما فيش. طيب